واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. في إطار الجهود الأمنية المبذولة للتصدي للجرائم التموينية وفي مقدمتها حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 60 طن دقيق بلدي مدعم استولى عليها مسؤول مخبز بلدي بشمال سيناء ومالك مخبز بلدي بأسيوط، وكذا مالك مخبز بلدي ببني سويف عن طريق بيعها في السوق السوداء، وهو ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها، وضبط نحو 20 طن سكر تمويني مدعم وأكثر من 11 ألف عبوة زيت تمويني مدعم بحوزة صاحب مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة ومالك محل بدال تمويني بأسيوط، قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء واستولي بذلك على أموال الدعم المقرر، حيث أن هذه السلع مخصصة على البطاقات التموينية. واستمرارا لنجاحات الأجهزة الأمنية في هذا الإطار، تمكنت من ضبط قرابة 33 طن سكر وأرز أبيض ومكرونة غير معلن عن أسعارها تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء بالقاهرة والقليوبية والإسماعيلية. كما أسفرت الحملات الأمنية لمتابعة ورصد حجب السجائر عن التداول وبيعها بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 178 قضية بإجمالي مضبوطات أكثر من 115 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع. ونجحت أجهزة الوزارة في ضبط 40 طن أسمنت مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها، قام مالك مخزن لتجارة مواد البناء ومسؤول مستودع لتجارة مواد البناء بالمنوفية بتجميعها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. كما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 62 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج ومالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية ببني سويف، قام بتجميعها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. وضبط أكثر من 38 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء بالمنوفية والشرقية وقنا. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط قرابة 58 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين حال طرحها للتداول بالأسواق خلال حملات شنتها أجهزة وزارة الداخلية بالقليوبية والجيزة وبورسعيد، وضبط أكثر من 24 طن سكر ومستلزمات إنتاج مياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المياه الغازية بالمنوفية.